من أشهر الحيل اللي تخليه يترك الحفظ حيلة المثالية، يا أكون حافظ 100% ومتقن ومثل فلان وفلان، ولا أنا والله تعبت وحاولت وحاولت خلاص ما يحتاج، أنا صعب علي الحفظ، خليني أتوجه لشيء ثاني، وأهم شيء إني يعني أقرب التفسير. طيب تقرب التفسير ما عندي مشكلة، لكن من قال لك إنه الحفظ لازم يكون 100% أو لا شيء صفر، خلاص من الجمعة للجمعة وفي رمضان وانتهينا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يقرأ القرآن وهو له حافظ مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. طيب ولا هذا ولا هذا؟ ما له شيء. حفظ القرآن ليس مشروعا دنيويا، مشروع تجاري، لاحظت أنك والله في خسائر في أرباح فاتتني وخلاص ما يصلح أشوف مشروع آخر. حفظ القرآن مهما بمقياس المشروعات الدنيوية مهما فشلت فيه بهالمقياس فهو مشروع ناجح، دائما ناجح، لأنك تكسب حتى لو كنت ما وصلت إلى الخطوة النهائية، خطوة الإتقان وخطوة الحفظ القوي، وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. مشروع ما اشتغلت عليه فأنت كسبان على كل الأحوال. يا أخي المقصود من الحفظ أصلا إيش؟ مو بالمقصود فقط حفظ شيء، أنت إنسان تتفاعل مع النصوص التي تحفظها، لست جمادا لا تتأثر. النص القرآني هذا لما تحفظه سيؤثر فيك رغما عنك، في المعاني الكثيفة في القرآن ستؤثر فيك، حتى لو ما أتقنتها إتقانا تاما لكن ستؤثر فيك، ستصنع منك شخصية مختلفة عن شخص غير حافظ.